في مثل هذه الأيام يحتفل النصارى بقول عظيم، قول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. إنه يوم يزعمون فيه ميلاد ابن الله عندهم، فكيف يليق بمسلم أن يهنئهم بيوم كهذا؟ ناهيك أن احتفالاتهم بأعيادهم تختلف عن احتفالاتنا بأعيادنا. إحنا أعيادنا ذكر لله وصلاة عيد وضاحي وصدقات، أما احتفالاتهم رقص وشرب خمر ومعاصي، والله لا يستويان. فكيف يستقيم بمن يردد في صلاته قل هو الله أحد أن يهنئ من يدعي لله الولد؟ أفضل هدية تقدمها للنصراني في عيده أن تدعوه إلى الإسلام، فيه صلاحه وفلاحه.